مشاهدينا الكرام، وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث أكد مصدر رفيع المستوى أن احترام مصر لالتزاماتها والتزام معاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. إذن نؤكد هذا الخبر العاجل، أكد مصدر رفيع المستوى أن احترام مصر لالتزاماتها لمعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.